بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: يا ربي يا ربي، لا إله إلا الله، خطبنا من لا نرضى دينه ولا خلقه. أختنا خطب أختي من لا نرضى دينه ولا خلقه، يعني قليل الدين الخلق، مش احتلت ما. ثم بعد ذلك ليست له الباء للزواج، لا يستطيع أن يتحمل النفقات المفروضة عليه تجاه زوجته. فنحن إن شاء الله تبارك رفضنا ذلك، ونصحنا أختنا أن لا تفعل، لكن فوجئنا في صباح يوم أنها ذهبت معه وداروا الكاغط وتزوجت ضدا عن إرادتنا ورغبتنا وموافقتنا، وهي الآن تعيش معه في بيته مع أهله، وقامت بمقاطعتنا جميعا. والأخ هذا يسأل يقول لك: ما دوري أنا الآن؟ يعني حينما قاطعتنا، هل لي من دور أقوم به حتى أقرب الشقة بينها وبين العائلة، أم أترك الأمور هكذا ما دامت ارتضت لنفسها هذا النوع من التصرف مع عائلتها، كأنها لم تكن أبدا فرد من هذه العائلة، نكرتهم ضربة واحدة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إيش نهار تسمع أخبار، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا هذه الفتاة كان الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى أن تعترف للوالدين بحق التربية، هذه واحدة. ثانيا أن الزواج لا بد أن يتم إن شاء الله موافقة الولي، فكيف يمكن للفتاة عياذا بالله أن تذهب هكذا من خارج البيت لكي تتزوج مع شاب بدون إذن الوالدين؟ الإمام مالك في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، حتى لو أن المدونة الآن يعني تعطي الصلاحية للبنت باش تتزوج بدون حضور الولي، ولكن كانت الدار عندنا، شحال البين يربي والأمين تربي، ينفقون عليك وانت صغيرة، ينظفانك يكرمانك حتى وليتي قداش وقراوك تخرجي وتدخلي، ومستأمنينك يستأمنوك على كل شيء، لأن حسب المرأة عندهم مرأة تدين بالولاء لوالديها، ولكن يفاجؤون المساكين ويفجعون في ابنتهم وهما يشوفوا باللي هذا السيد اللي جاي يخطبك ما عنده دين، ما عنده خلق، ما عنده قدره باش ينفق عليه، ما عنده حتى شي حاجه، ما جايبها حتى مشي جهه، هم يحرصون على مصلحتك وانت ضربتي كل هذا عرض الحائط، لا والد اللي ربى، لا والد اللي حملت ورضعت، لا خوت اللي كرموك وضربت. أش من جيل هذا؟ أنا أتساءل أي جيل هذا؟ واش هذا هي النتيجة نتاع التربية ديال الأفلام والمسلسلات؟ واش هذه هي النتيجة نتاع حد الوسائل تاع التواصل اللي يحصراه يخصنا نستعملوها في تقوية الصلات والتراحم؟ لا لهذا النوع من العقوق. ومشات وتزوجت وخلات الناس كل شيء محروقين، الوالد محروق، الوالده محروقه، والخوت محروقين، وغير هذا الولد الاخ هو اللي راه تجرا وقال لك واش من الدور ديالي، يعني خصني ندير شي حاجه. اولا هذه المراه كنقول لها الله يجزيك بخير، زواجك عياذا بالله بغير ولي وبهذه الطريقه راه مشكله من الناحيه الشرعيه، مشكله. وانا غض الطرف عن هذا، تولي عند الوالدين ديالك اللي محروقين، لا انت اللي تزيدي تقاطعيهم. الراجل ما دين ما خلق ما يقدر ينفق. ثانيا تزوجتي مع الصباح ومشيتي بلا والي. ثالثا قاطعتي، فين بغيتي توصلي بنتي؟ حساب لك راكي ربحتي؟ فين بغيتي توصلي؟ وانت اللي قاطعتي؟ وشكون قاطعتي؟ باك امك وخوتك، لا حول ولا قوة الا بالله. فين بغيتي توصلي؟ واش بغيتي تحقي؟ زين لهم الشيطان وسوء اعمالهم. وانا غادي نقول لك ان شاء الله تبارك وتعالى، حسب لك هذا الشيء غادي يدوم، هذا الشيء اللي راك فيه غادي يدوم. يجي واحد الوقيته اللي ما غادي تصيب غير الوالدين ديالك وخوتك،
لأنك لا تعرفين الأيام ماذا تلد لك، لأن الله يقول إنما يحيق المكر السيء إلا بأهله، يقول إنما بغيكم على أنفسكم، يقول فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. هذا القرآن كيقول ياكي ما حسبتك راكي ربحتي شي حاجة ومشيتي ديتي شي حاجة هذه الأيام لا تفرحي بهذه الأيام. وانت يا أخي إن شاء الله تعالى جزاك الله خيرا، إن استطعت أن تكون مفتاح خير وأن تقرب الشقة فهذا إن شاء الله يحسب لك، خاصة إذا كان إن شاء الله هذا بطلب من الوالدين المتألمين جدا لما آلت إليه وضع هذه البنت. ونطلب الله تعالى سبحانه عز وجل يسخر، والسلام عليكم. ماشي اللي نقول الله يحفظه صاف، وصلى الله على حبيبنا محمد، الحمد لله رب العالمين.